اهلا بيكم معانا ونادي كل الستات. هنعمل النهاردة سلطة بقول او سلطة الفاصوليا، والناس بتحب تقول عليها سلطة مكسيكية. بسيطة وسهلة ومكوناتها متاحة وقيمتها الغذائية عالية جدا. تابعونا خطوة بخطوة. بسم الله ونشوف المكونات اللي معانا. الفاصوليا الحمراء بتاخد وقت ضعف الفاصوليا البيضاء في ان هي تتسلق، وما تنسيش طبعا تنقعيها، وعلى فكرة القيمة الغذائية بتاعتها اعلى بكتير من الفاصوليا البيضاء. معانا الذرة الحلوة، طبعا دي بتتباع معلبة، ممكن تستغني عنها. ممكن نضيف مع الفاصوليا الحمراء فاصوليا بيضة كمان. معانا فلفل ألوان، نعناع أخضر، بصل، ليمون وخل، دبس رمان ممكن نستغنى عنه، ملح، كمون، وذرة فلفل أسمر. نشوف بقى هنعمل ازاي. نجيب بولة، وأول حاجة هنحطها زيت الزيتون. زيت الزيتون حوالي معلقتين كبار. بعد كده هتضيفي الخل برضو معلقتين، هتضيفي رشة فلفل اسود ورشتين ثلاثة كمون حوالي ربع معلقة. هناخد برضو الملح رشة صغيرة، احنا مش بنعلي الملح بتاعنا في الاكل، والليمون ليمونتين كبار. الصوص دوت هنحط اول حاجة فيه حلقات البصل. انا هستخدم البصل الاخضر، هقطعه حلقات صغيرة. لو مش عندك بصل اخضر ممكن تستخدمي البصل الاحمر، وهتسيبيه منقوع فيه على الاقل ساعة. البصل لوحده، البصل هنا كده خلاص منقوع الوقت دوت. هناخد الفلفل نقطعه مكعبات صغيرة، وهنفرغ الذرة ونغسلها كويس بمية فاترة. هنحط الأول بقى الفاصوليا، وبعد كده الفلفل، آخر حاجة الذرة، ونقلبهم كويس، والنعناع الأخضر. حطي الكمية اللي تعجبك، بيدي طعم جميل جدا معاه. وبس خلاص كده خلصنا الطبق بتاعنا. الطبق بتاعنا زي الفل اهو، ما خدش مننا دقايق. وجبة عالية البروتين، الفاصوليا والبقول فيها نسبة بروتين نباتي عالية جدا ومهمة، ما كلفتناش حاجة يعني خالص، ولا وقت ولا مجهود، وقيمتها الغذائية عالية وكويسة كمان، فيها سعرات حرارية قليلة للناس اللي عايزة تنزل وزنهم. أتمنى إن انتوا تجربوها وتقولولنا رأيكم فيها ايه. كنت معاكم مروة حماد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لأمي وأبي وأمهات المسلمين أجمعين.